Buenos días, señor. Buenos días, señora. تفضل القهوة. يسلموا إيديك. أولى بالمكسيك. Muchas gracias. إيه هيك أحلى. تفضلي. Con mucho costo. يعني بكل سرور. شو العرسين بعد النايمين الهيئة. إيه ليش أنت ما نمت منيح؟ يعني شوي هيك لأني كنت عم بفكر شوي. بمين؟ هيك بشوية قضايا بدك تقولي يعني مش لازم صاروا يفيقوا؟ قديش ساعة هلا؟ دان لاس دياس 10. مش قليل والله. إيه أسي بون تيامبو، التأس حلو. لا أسي مال تيامبو، ردي ردي ردي. ولو اعملوا حلو كرماله زنوبيا. نعم. بدي اقول لك شيء. قول. ملاحظ هيك انه بالرغم من انه انور وندى متجوزين هيك يعني فيش عندهم عشيه، فيش خدم، مع انه انور عايش بنعمه وكل الاموال اللي هون تحت تصرفه، ليش بتعتقدي؟ بس ما انا مسؤوله عن البيت. ايه منيح هيك، بس انت عندك بيتك وجوزك لازم تهتمي فيهم. انا اللي عم بساله انه ليش عايشين بهالطريقه هاي. ندى بدها يعني كون مسؤوله انا عن البيت. ايه وكمان في شيء تاني ملاحظ انه في اشياء هيك غريبه غريبه، يعني بس يفوتوا على اوضه النوم بسمع ضجه كبيره هيك مثل كانه كراسي وطاولات عم تتشقلب. شو بيلعبوا جيدك عمي؟ مع انور اسم الله عليه رياضي رياضي عظيم. طب ما اختلفناش. وندى شو بتلعب جمباز؟ يا حصرت علي يا منان، امبارح تقدرت مشيت. طيب يسلموا ايديك على القهوه، فيك تروح. هذا الشيء اللي كان بدك تقول لي اياه؟ ايه شكرا. لا شكر على واجب. صباح الخير. صباح الخير. يا بنت الناس، يا بنت الناس، ما بتشبعي كتب؟ ما بكفي اللي قريتيه طول الليل؟ وراح اقرا من هلا لعشيه ومن عشيه للصبح. شو دخلك؟ طيب بس وطي صوتك. ما بدي. قلت لك وطي صوتك، هلا بيسمعنا. اي اسمع. ندى ما تقرب. بدي اوضه حد للتمثيليه كلها. انت المسؤول، ما حدا جبرك تعملها. بعد عني. نزل الكتاب. قلت لك بعد عني. بوع نزل الكتاب. ما بصدق. ندى كل الليل انا وياكي، شفتيني قربت صوتك شيء؟ ليش انت بتقدر؟ نزل الكتاب، بدي احكي معك. نعم قول. انا قررت انهي الموضوع اليوم. يا ريت. انا مستعجل اكتر منك، اكتر منك بكتير. كرهت الكذب، كرهت التمثيل، مش بس هيك كرهت نفسي، كله بسببك. شوف اللي بيناسبك واعمله. وهو كذلك عشت معك كم يوم تحت سقف واحد، اكتشفت فيهم قديش انت عنيدة عنيدة ومتعبة. ندى انا سعيد اللي ما تزوجتك،
لاني عرفت مقدار العذاب اللي كنت رح اعيش. انت السبب، تصرفاتك، ضعفك قدام لولو، تراجعاتك قدامها هي اللي وصلتنا لهون. لو تزوجنا من زمان ما كان في لولو، ما كانت اجت وهددت حياتنا. انت اللي شجعتيها، انت اللي اعطيتيها الفرصه انها تحاول الانتقام مني. مش صحيح، علاقتك فيها هي السبب. علاقتك فيها ندى، ندى انا بحبك انت. لكن ليش كنت ضعيف قدامها؟ ليش جبنت؟ كانت عم تهددني، كان بايدها ورقه فعاله، هددتني بتشويه سمعتي قدام الناس، وانت بتعرفي اكثر من كل الناس قديش انا حريص على كرامتي. ما لايقه، انت مش رح توقفي عند حدود. كيف بدي اياك انت توقف عند حدودك؟ ما تقع بهيك ورطه. طيب ندى، انسي الماضي. مش قادر. حقود لهالدرجة؟ مش حقد. ليش عم تسمي دفاع عن كرامتي حقد؟ شو بدك ياني سميه؟ حب؟ أنا لو ما حبيتك ما حقدت عليك، ما كنت رفضت الزواج منك. رفضك الزواج هو السبب، هو اللي ورطنا ووصلنا لهون، هو اللي خلاني أكذب على والدي، احتال عليه، ادعي قدامه بإني متزوجك. ليه ما بتقدر موقفي؟ ليه ما بتقدر تضحيتي؟ أنا لما قبلت إني مثل دور الزوجة قدام أبوك كنت عم هين كرامتي وسمعتي. كرمال مين أنا قبلت الإهانة؟ مش كرمالك؟ مش لأني بحبك؟ قصدي مش لأني كنت حبك؟ طيب ندى، أنا ترجيتك كتير ندى، وهلأ عم ترجيكي لآخر مرة. خلينا نرتبط عن جد. كتير عال، طالما أنك تعتبري تمثيلك لدور الزوجة في إهانة لسمعتك وكرامتك، الأفضل أنك تشيلي المكياج عن وجهك هلأ، توقفي وتقولي قدام الكل وبصوت عالي انتهت الكذبة. أنا مستحيل. وأنا مستعد، بس كيف بدنا نمثل قدام أبوك دور الانفصال؟ بعرف، رح أقول له أني قررت طلق. ترجع تكذب عليه مرة تانية؟ للأسف. شو طلبيتي؟ أنا موافقة. شكرا. يعني ما بدك تحكي؟ لا. ليش طلبتي إذن؟ تتفرج عليك أنت وعم تطفي السيجارة ورا التاني بس. ما بعتقد مشهد حلو هالقد. بالعكس، هيك بكون عم بعاقبك بدون ما أعمل شيء أبدا. هيك بيكون العقاب بابا؟ شو ناطر مني يعني؟ ناطر مني عاملك كطفل صغير؟ أضربك على إيديك؟
انت لما كنت طفل صغير ما كانش إلي قلب اضربك بقمر الورد، هلا صرت كبير، اسمك كبير وقيمتك كبيرة، كل شيء يعني راح نكون فرجة لما بدي انا عاملك كطفل واضربك عينك. هي انا بستحق صفعة قوية. هيدي حلو بس من ندى بابا مش هي اللي كانت عمل بتقول انه هي ضحت بسمعتها لحتى رضيت تمثل دور الزوجي؟ اذا هي اللي لازم تصفعك انت ايمن لسمعتها ومقابل الخدعة اللي خدعتني اياها. شو بدك يعني؟ بعدين انا بستحي اضربك كمان وبستحي اعملك كولد صغير. طيب ليش عملت هيك؟ كنت مضطر. شو؟ وشو الداعي؟ ده انت بابا، انت التزامي بكلمتي قدامك. انا كتبت قلت لك اني تزوجت، كنت فعلا على وشك اني اتزوج لكن الظروف عاندتني. انت كذبت برضو كرمالك. برضو كرمالي بابا؟ انا ما كذبت، انت ربيتني على عدم الكذب. الكذب بالنسبه لي كان عقد كبير، ذنب كبير. يمكن لو ما غرست فيني هالفضيله كنت اسعد حال بحياتي. صدق عقدتي وانت السبب. يمكن بس الصدق مش اصيل فيك لانه عند اول تجربه سقطت. برضو كرمالك يا عم. يا عمي حدا بيعالج جريمة صغيرة بجريمة أكبر؟ بابا أنا كنت مستعد أعمل أي شيء أي شيء أي شيء في الدنيا حتى أرضيك. أنت ما بتعرف مقدار حبي واحترامي إلك. لك يا عمي اللي بحب التاني وبيحترمه بقوم بيخدعه. طب أنا شو كان طالع بإيدي أعمل؟ شو؟ كنت طالع بإيدك تجي هتلاقيني على المطار وتقلي بقدم لك خطيبتين، أنا مش أكتر. بس انا كتبت لك وقلت لك اني تزوجتها. واذا كنت تجوزت او ما تجوزتش تقدر تقلي انه يابا ما عادش تجوزت انا لانه ندى رفضت تتجوزني لاسباب هي معها حق فيها. ساعتها بتاكد لي انك انت بتحبني وبتحترمني. انا اسف، يمكن معك حق، ارجوك تعذرني. ما انا عم بحاول احذرك. على كل حال خلص انا قررت اترك ندى. رجعت تكذب؟ ابدا، عم اقول الحقيقه. الحقيقه انا مش ناطر اعرف الحقيقه منك لانه عن طريقك انت مش راح اعرف الحقيقه ابدا. انا من يوم اللي وصلت لهون حسيت انه في شيء مش طبيعي بينك وبين ندى. عشان هيك وقفت على الباب تتسمع علينا. قلت تجسس افضل. عفوا بابا انا مش قصدي، انا مستعد اعمل اللي بتأمره. بتحبه؟ طب سؤال سخيف. شو بك مشغول؟ ايوه عندي موعد مع ناشر. تقدر تروح. ليش سألتني إذا كنت بحبك؟ الله معك، روح. لايك أدخنش كتير، العمر أهم من إنه نقصره بلا مبرر. يعني بالإذن أنور، أنا مبسوط كتير إنه شفت شعرك شايب، شايفتك حلوة. ها وكتر خير الله إني عشت ورفقت كل مراحل حياتك من الطفولة لحتى شفتك ختيار صغير. مع السلامة.
شوف يا طفيق، انا وانت عم نتحارب. كيف؟ ما بدهم يخلونا نعمل سينما، خايفين منا، عشان هيك عمال يحاربونا. مين؟ بلط اللي مين؟ حكومة المكسيك. بسيطة، نطلع لحد الست ندى ومنقيم عليها دعوة. لا 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 يا توفي، شو قصتك؟ ولو نسيت انه ابو الاستاذ انور عايش بالمكسيك احتراما لإله. طب ليش عم يحاربوني؟ امبارح كنت عم اتفرج على الخريطة، اكتشفت بالصدفة انه حد امريكا المكسيك، يعني جيران. وبامريكا يا توفي شو في؟ في هوليود. عشان ما تسوء العلاقات الدبلوماسية بين المكسيك وأمريكا، قامت القنصلية المكسيكية واتصلت بالدون كارلوس وقالت له حارب كريم، حارب كريم وما تخليه ينتج الفيلم بأي ثمن. هلأ فهمت. عرفت ليش أنه الدون ما عم يعطينا مصاري وننتج فيلم خوانيتا نجمة المكسيك؟ طب هلأ شو العمل؟ وين نجيب مصاري حتى نمول الفيلم؟ ما فيها شيء، لازم نعتمد على أنفسنا، لازم نلاقي طريقة هيك يدخلنا فيها مصاري كتير. ساعتها نحن بننتج الفيلم على حسابنا ومنسميه خوانيتا، نكيف فيهم خوانيتا ضد المكسيك. وانت قلت بس شو الطريقة؟ يا توفيق، شو رأيك نعمل عربيات الخضرة سوبر ماركت؟ كيف؟ يعني بنعملها ست طوابع على طريقة جراند ماجازان، ومن برا منركب لها أسانسير براني بالهواء الطلق. أسانسير براني؟ ايه. ليش؟ مشان الناس لما تطلع الطابق السادس يضيعوا. يضيعوا، وبهالطريقة يا طفيق بتجينا مساعدة. ومن مين؟ من وزارة السياحة. اتفقنا. وهيك يا طفيق يا حبيب قلبي بصير معنا مصاري كتير ومننتج الفيلم نحن على حسابنا. بس عشرت يكون ضد المكسيك. تكلم عينك، ضد المكسيك. بشروا لعند النجار حتى نتفق معه على كل شيء بدنا نعمله. لك يا حبيب قلبي يا طفيق، شو قلبك طيب؟ يلا مشي. بخاطرك أديوس. أنا عطشان. تنكو ساد. أنا حاضر. سيستو بريزانتي. شو عم تعمل؟ عم تعلم مكسيكي. هات بلا مكسيكي بلا غريكي. هذا الدون كارلوس هاته مثل عصفور الدورة، ما بيعلق على دبق. لا يعلق على كلمة بونا دايا السنيور. عرفت انه هلا ما إلك بس اللي حجونا. انا عارف انه ما إلي غيرك. ايش انا شو عملت؟ ما انا عم بتعلم مكسيكي كرمالك حتى ارضيكي، لانه شايفك لاتينية الهوى. حجولة قرب لحد. بتحبيني؟ وخفيت عيني فمذ، خفيت عني الطلول، تلفت الكلب. من الكلب رجعنا صنجناه. انا بعدت وراك يا دكتور مشان لحط لي اسألك عن القصة اللي بين ندى وانور. ما بقدر زيد كلمة على اللي قالك يا انور. انه هيدي هي الحقيقة يعني؟ هيدي هي الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. طبعا انت ما كنتش موافق على هاللعبة كلها. ارغموني ولهالسبب كنت خجلان اني قابلك وتعرف عليك، ولو ما انت طلبتني هلأ كان الصعب كتير اني زورك. يعني انا مقدر موقفك كتير، وانا كنت اقدرك من قبل ما اعرفك، لانه انور كان دايما يحكي لي عنك بمكتيبه. يا سيدي العفو، انا شاكرك وشاكره. هلأ لازم يعني نوضع حد لهاللعبة. مزبوط. لاني تعبت ويمكن هني كمان تعبوا، الحقيقة كلنا تعبنا، صارت شغلة ولاد صغار. مع العلم انه ندى ماتر محترمة وانور استاذ كاتب كبير. يا عمي الحب بخلي شكسبير يصير طفل. وبيني وبينك نحن كبار بالسن صحيح،
بس نتفة هوا رقيقة بتخلينا نميل هيك وهيك. منيحة هايدي منيحة. دخلك انت انت اعزب دكتور؟ كتر خير الله. يعني لو ما عندي انور ومشوفني حيلي هيك كنت بحزدك. الابناء هني فضيلة الزواج، وبعدين لما فاتني القطار ما طلع بوجهي الا زينوبيا، وحدا في عقله بيتجوز زينوبيا. وهي وصلت لك كمان. ليش غزلتك؟ كتير كتير. وشو كمان عملت لي حيلها مكسيكية وسمت حيلها ماريا بلانك. الله يساعدك يا حجل، بس الحقيقة كتير طيبة وعلى سجية. مسكينة يا زلمة، شو هي عم تعملها على القصد يعني؟ أنا مضطر أروح على العيادة، إذا بتأمر مني شيء أنا بالعيادة. يعني أنا بعد شوي بدي أتصل فيك حكيم منشان لحتى نشوف، لأنه اتخذت قرار بس بدي أستشيرك فيه بعد شوي. أنا مستعد كل ساعة. أسلم تسلم. بالإذن. الله معك حكيم، مع السلامة. مع السلامة. أهلين بابا. يا وين كنت؟ كان عندي شوية شغل خارج المكتب. أنا صار زمان ناطرك. يا بابا، أنت بدل ما تقعد بالبيت، ليش ما بتطلع بتتفسح، بتغير هوا، بتتفرج على البلد؟ خلص بقاش تحرز، بقاش عندي وقت. ما عاد عندك وقت؟ لا، أنا رح أسافر. خلص المشوار. راجع؟ راجع. بس بابا انت ما لك شي واصل، بعدين انا مشتاق لك كتير. لا لا اطمن اطمن، بكره رح مل مني. كيف بدي مل منك وانت بعيد؟ لا بالعكس، رح تكون كتير قريب مني، رح تكون معي. معك وين؟ وين؟ بالمكسيك. ما فهمت. رح تسافر معي على المكسيك؟ على المكسيك. وشو الداعي؟ الدواعي كتيري. اولا انت بترتاح شوي وبتجدد نشاطك وبترتاح من الكتابة ومن المشاكل. بس بابا انا مش تعبان من الكتابة، بالعكس بلاقي فيها سعادة. بعدين بالنسبة للمشاكل خلص، أنا ما عاد عندي مشاكل. بالعكس يا ابني بالعكس، أنت بكرة بالمكسيك بتغير جو، بتلاقي جو جديد بيوسع خيالاتك وبزيد بإنتاجك وكتاباتك. طيب بلحق بعدين أنا. لا بدك تسافر معي. بس أنا وأنت؟ ما فهمت. يعني أنا وأنت لوحدنا؟ طبعاً لوحدنا، مين بده يكون التالت؟ أنا ما عنديش غيرك. لا بس أنا قصدي. إيه على كل حال حاضر حالك، أنا رايح على شركة الطيران أحجز تذاكر السفر. أمتين السفر؟ بخلال يومين. بهالسرعة؟ ما عادش عندي وقت أكثر من هيك، شو بدي أعمل؟ آسف بابا أنا مش رح سافر معك. لا بدك تسافر معي. يا بابا أرجوك. لا مش لازم تترجاني. لايك أنا هونيك كبرت وعندي أعمال كتيرة، بدي إياك تروح معي منشان تتعرف عليا، لأنه يوما ما بتصير إلك أنت. طيب بس عم أقول لك بلحقك. لا بدك تروح معي. لوين؟ على شركة الطيران تحجز، وبنبهك إنه السفر خلال يومين ولازم تكون جاهز.
بدو يسافر يسافر، ما حدا مانعه. مين مانعه؟ ما حدا. يروح الله معه. الدون كارلوس هو اللي اتخذ قرار السفر. وأنور وافق؟ شو طلب ايده؟ ولو؟ شو هو طفل؟ ما بيقدر يقول لا؟ مسافرين وحدهم؟ لا وحدهم. على طول؟ هيك الظاهر. ايه الله معه. هيك بنصرف لشغلي ولمستقبلي. أنور مبسوط إنه يسافر؟ بظن هيك لكن مبسوط يبعد عني. على كل حال أنا مش زعلانة، مش زعلانة أبدا. أنا بتمنى له التوفيق. اطمني رايح. يعني أنت مبسوط؟ مش مبسوط، بس شو بده يقعد يعمل هون؟ وأنا شو بدي أعمل؟ أنت بتنصرفي لشغلك ومستقبلي. صحيح. لشو تحطوا قدامي يسألني وين رايحة وين جاية وشو عم تعملي؟ خليه يروح أحسن. طالما لا بتحبيه ولا بدك تتجوزيه، شو بدك فيه؟ خليه يروح. فعلا طالما أنا بحبه ولا بدي خليه يسافر أحسن. بس أنا فرجي ولا بدك مني شي بعد؟ هيئتك شمتين فيي. مش شمتين، بس أنت طلبتي مني قلك عن القرار اللي بيتخذه الدون كارلوس وجيت حتى قلك. ممنونة. وأنا ممنون. داعي وداعي شو النفع أربع دعوة الناس كلها وأخسر دعوتين؟ يعني منيح اللي لقينا محل بالطيارة بالآخر. وكيف لقيت بعدين؟ طلع المدير صاحبي وأما اللي بطاقتين. بس أنت ليش نطرتني هالقد؟ وين كنت؟ أبدا، كنت زعلان شوي. معلش شي معلش شي، بكره بالمكسيك رح تفرح. يعني خلص قررت السفر؟ قررنا نهائيا. نهائيا لوين؟ فايت على مكتبي عندي شويه شغل. يعني بنصحك انك تفوت تهي الشنط. مش وقته هلا. شو بيه؟ الأستاذ أنور مسافر على المكسيك. على طول؟ على طول. مصيبة. 10 سنين، 10 سنين أنا بعرف. هون على الساحة تفتحت مواهب الفنية وعبقرية السينمائية. طب ليه؟ على كل حال بعت معه السيناريو على المكسيك، بركي هونيك بيقروه وبيوافقوا عليه وبيبعت ورانا. انا كان عندي امنيه بحياتي انه اعمل صناعه سينمائيه هون. بس اذا بنروح على المكسيك هيك بنصير مغتربين. مغتربين. اعطيني نايا وغني فالغنى سر الوجود. بس أنا وأنت؟ طبعا أنا ما عنديش ابن غيرك. معقول؟ معقول اتركها هون وسافر وابعد عنها هيك بكل بساطة؟ والحب، الحب اللي حبيتها إياه ما
ممكن ينتهي هيك بغمضة عين؟ لا لا مش معقول، لازم أحكي معه. لا إذا سمعت صوتها يمكن انهار. حلو يعملها ويسافر. إذا سافر شو بصير فيك يا مشنوني؟ بتموتي. خد التليفون وقولي له كلمتين حلوين وخليه يتراجع عن السفر ويضل حدك. لا ما بدي، إذا سمعت صوته يمكن يغمى علي. رح تكون آخر مرة بسمع الصوت. مين بده يقلي بعد على التليفون؟ حياتي. خليك جامد ما تبكي. لوين؟ انتم مسافرين كمان؟ جايين نقلك باي باي. بخاطرك. لوين؟ حجولة ما بقى يرضى انه نعيش على الهامش او عند حدا، بدنا ناخد بيت ونقعد فيه. ولو يا عمتي البيت بيتكم. متشكرين. بخاطري عمتي. باي باي. بخاطري. راحوا كلهم، ما عاد في حدا. هيدي نهاية العناد. صرت وحدي وحدي وحدي. جاهز. أي ساعة بتمشي الطيارة؟ يعني بعد شي ساعة. لا لا جينا الوقت. خاطرك. سامحيني إذا كنت أخطأت إليك. انت سامحني اذا غلطت معك. رح تتذكريني؟ شو رح اتذكر؟ يمكن ما ارجع. يمكن اذا رجعت ندى. تأكد إني حبيتك من قلبي. تمنيت إني أقضي كل العمر معك تحت سقف واحد. بس أنا أتأكد إني حبيتك أكثر من تتصور. كانت خطوبتنا حلوة ها؟ ست زنوبيا شوف وشك بخير. مع السلامة. حجولة مع السلامة. دير بالك على زنوبيا. حاضر. دور بالأمان.
خاطرك. ندى 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 رجع حيط الخطة. ما عينك انت واش مرقوني هيك رح تروح البنت من بلدانكي. يا زنوب يا بلا صديق ندى جيبي قننت كولونيا من جوا. ليه يا دلي أنا ندى 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 يلا زنوبيا كيف شو بعرفني وين الكولونيا دخيلك فيابة يا طريقة ندى 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 قومي أنا خالي كان بحكي معك قومي أنور مش رح يسافر قومي صحيح مش رح سافر أبدا يا حياتي إلا معك ولا كمان حياتي دون كارلوس مال معرف ما تاخده معك بتاخدي أنت؟ فورا بتحبيه؟ كثير اوه بتتجوزي كمان؟ هلا اه هذا اللي كان بدنا اياه نحن من الاول بس انت كان راسك يابس وعنيدي انور ما عرفش يمشي معك صح كان يتهدد ويتوعد وبس تدبيله انت عينك يسكر كابه ما عرفش يربيك لكن انا عرفت عيلتك وعني امتى اتفقت انا وخالي على هاللعبها وزنوبيا وحاجي قلت لهم يتركوك ويفلوا لحتى لي شوف مشان هالراس هيدا وهالكبر يا بلا معنى تتكسر منيح حاجة فهمتي؟ بانك حكيم الها انا مشترك حجولة ما بتعرف تزلغيت؟ هلا اخرى بدي كيني زلغيت لو بعرف زلغيت كين زلغت بعرسنا وهلا أنا رايح شيب قالب القطو من شان العرس بابا شو؟ منروح معك شو؟ تروح معي؟ هادوني أنت وحضروا حيلكم وأنا بروح لحالي لحالي ها؟ لحالي حجولة يلا تعال إلا يلا أخيرا صارت المتر ندى مدام عملوم نفسي لأني تأخرت خلاص أبقى في دعاوي محامات وقضايا أبدا أبدا بس اسمح لي بدعوة الناشر سمير بتكون الأولى والأخيرة بحياتي أه كرمال الناشر سمير بوافق يا أناني لأنه ناشر كتبك مش هيك يا ألو حياتي